أعلنت وزارة النقل أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية استقبلت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM نيفادا. يبلغ طول السفينة نحو 366 مترا وعرضها نحو 48 مترا بغاطس يصل إلى 15 مترا، وحمولتها الكلية نحو 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافئة. وستتداول بالمحطة نحو 1530 حاوية. وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط لسفينة العملاقة نيفادا الرسو بالمدينة باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة التخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 3.8 مليار جنيه، ربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.780 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر AGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 25,519 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5,955 نقطة. صعد مؤشر AGX 100 بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 8479 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان شركة بريطانية لأمن الملاحة البحرية عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان. زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.24% ليصل إلى 78.52 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.52% ليصل إلى 73.17 دولار للبرميل. فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% ليصل إلى 3 دولارات وسنت للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل نحو 3 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو قطاع الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030، لكنها رهنت ذلك ببذل الحكومات المزيد من الجهود. وقالت الوكالة إن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي في قطاع الطاقة المتجددة زادت بمقدار 50% مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة نحو 510 جيجا وات. ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال حلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري، لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية. في الولايات المتحدة زادت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث وصلت الإيجارات توجهها الصعودي بما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق لخفض أسعار الفائدة في مارس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% في الشهر الماضي. كما كشفت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار 1000 طلب. إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع الماضي.